السلام عليكم. أولا أود أن أشكر قناة الشروق على هذه الالتفاتة الطيبة بمناسبة الذكرى الثانية من ذهاب أو فقدان الوالد المرحوم الفنان القدير أحمد بن عيسى. من الصعب طبعا أن أتكلم عنه سواء كأب أو كفنان في بضع دقائق، ولكن سأحاول. كنت دائما أرافق الوالد من قريب وبعيد في أعماله، وكنت بمثابة صديق له. الشيء اللي كان يلفت انتباهي وإعجابي هو دقة اختياره للنصوص، وخاصة التحكم الجيد في فن التمثيل، يعني لا ديريكسيون داكتور، وطبعا الإخراج بصفة عامة. أفتخر به كثيرا لأنه ناضل من أجل مهنته، وكذلك التي كان يحبها ويتقنها كثيرا. وافتخر لأنه كرس حياته للفن الجزائري وشرف الجزائر في عدة مهرجانات أعمال دولية طبعا، وترك بصمة من ذهب، وأظن أن الصغير والكبير يشهد على ذلك. في الأخير أقول أنه أبي مات، ولكن أعماله وذكرياته لم تمت عندي أو عند الشعب الجزائري، وأتمنى من السلطات المعنية أنها لا تنسى هذه الأسماء الكبيرة الذين فقدناهم والذين سخروا حياتهم من أجل الفن والوطن. شكرا قناة الشروق، مع السلامة.